قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر خلال 24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و110 إصابات. ومن جانبه قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال قتل أكثر من 100 شخص داخل مجمع الشفاء الطبي، من ضمنهم كوادر طبية داخل المستشفى، وأكد على أن الوضع الإنساني داخل مجمع الشفاء الطبي كارثي للغاية.